إذن اندفاع موفقة سيداتي أنساتي سادتي يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد هنا في الطائف لسابع أشواط هذه الأمسية. الإنتاج مفتوح الدرجات والتي تتنافس على مسافة 1600 متر، مسافة الإيت فورلونغ مسافة الميل 95,000 ريال. تنتظر هذه الأسماء انتفاع رباعية في هذا الشوط، يتقدمهم من الشاكرين من المسار الداخلي من المسار الأوسط أبو لاح، وكذلك الظهور لعريمان ومفروض يتمركز في المرتبة الثانية الآن. اندفاع رباعية وبفارق 3 أطوال عن كوردانو الذي يتمركز في المرتبة الخامسة، مبهم في السادسة، وأنتيجين وكذلك الكويماني وذو الأطلال في السابعة والثامنة تباعا 200 متر ب 11 ثانية و 11 جزءا من الثانية. هنا يتقدم في المرتبة الأولى مفروض في أولى المراتب والمطاردة من الشاكرين من المسار الداخلي. عريمان يتمركز ثالثا وأبو لح قادم، وكذلك الظهور لكاردانو أيضا في مرتبة متقدمة. مشاهدينا متابعينا الكرام، مع المنعطف ما قبل الأخير ال 500 متر الأخيرة 12 ثانية و 56 جزءا من الثانية، يتقدمهم مفروض ابن النجم الثاقب في هذا الشوط كاردانو قادم مع أليكسيس مورينيو. أوبن جود ماجيك تو فورك الأخيرة، كاردانو قادم من المسار الخارجي الآن قام بالتبديل. بدأ أوبن جود ماجيك بشعار سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، إريكوماني بالدخول وكذلك ذو الأطلال. كاردانو يحافظ قادم، وسع الفارق بتصنيف 88، ذو الأطلال لن يحافظ، ولكن كاردانو يأتي بشعار سمو الأمير فيصل بن خالد، تدريبات المدرب عبد الله بن مشرف وقيادة الخيال أليكسيس مورينيو. أوبن كود ماجيك يسجل الانتصار الثالث في سجله السباقي بفاصل تنافسي ومثير وقيادة رائعة.